يقعد مع اخوه وما يقعدش مع اخته، فما بالك بالناس، واحد جاي من الجلفة وواحد جاي من المدية وواحد جاي، هذه اشياء طبيعيه انسانيه. قابيل مع اخو هابيل وما تفهموش، هذه بدايه الانسانيه يا جماعه، وعلى امر بسيط. استاذ ربي يبارك لك، شوف ربي يبارك لك، أنا معاك 100%. أنا قلت له ديروا صح صح هذا راشد، راني عارفك شاك باطل. إيه لا 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 لا، نكمل الفكرة باش يفهموا هما. لو كان هاوجا تعرفني نقعدوا ما تفهمناش والله غربية، صح باش تجي أنت بفكرة أون أريير بونسي متفاهم مع الناس باش تجوا تضربوني أنايا، هذه اللي ما قدرتش. شكون اللي ضربك يا راشد؟ ليش ما تضربونيش؟ ما يقدروش يضربوا. لا باش يضرب يعني لا ماشي الضرب، ما بلي كو هذو كوبا وكذا. اكياس كوبا يا استاذ. فهمني افهمني يا استاذ افهمني. كنت نقول لك بالاسماء تسمع انا قدامه. حبيت تاخذ شوف محفوظ لابيب كريم عبيد شرشوري، هذو ما السوسه تاع الجروب. انا اللي نقولها لك وما نعرفهمش، هذو السوسه تاع الجروب جاو يضربوا الفكر تاع الوالي. صح وربي يسهل عليهم. ولكن ولكن غادي نقول لك حاجه، غادي نقول لك حاجه اخرى. هؤلاء الناس نتايا ماكش متفاهم معاهم ولا هما ماشي متفاهمين؟ هما انا ما عندي حتى خلفيه. فيصل اروح راك معني بالامر. انا واش قلت لك؟ علاش تخلوا غي مجموعه واحده تمثل محمد الولي الله يرحمه؟ يا خويا اي انسان فوق الجزائر، فوق الارض الجزائر عنده الحق باش يكون وريد، باش يحتوي. احنا ما نقولوش وريد شرعي، لا يوجد وريد شرعي يا جماعه، لا يوجد وريد شرعي. هذا واش هضرنا البارح، هذا واش هضرنا البارح. يفتح مجموعه، يفتح حركه، وانا نجي عندكم يا ولو كان يا اليوم ان شاء الله اليوم نعلنوها استاذ. اهدر اهدر في غردايه في اي مكان وجوش اليوم نعلوها استاذ، اليوم نعلوها انا قبل ما نروحوا. انا عندي غير فقط عندي ان فواياج افير. معليش هذا ما كان باش ما تبرز بوجوه. لا لا شاري البيي وكل شيء. ربي يسهل. انا باش نفهمك فقط. شوف هذه هي الفكره باش تفهموا باللي هذا محمد الولي الله يرحمه فكره ملك الجميع. علاش انتم تلصقوا في بعضياتكم هكذا؟ حباكم يبعثوا لي يا استاذ. استعاره استعاره فقط. دوك الناس اللي تبعث لك وتقول لك ان شاء الله تخرجوا بقرارات وكذا وما معلبوش وصاير. فهم؟ بزاف الناس راهي تسنى على بالهم رانا جروب سود. المبادره هذه كما تقول في الايجابيه راح تكون تامر. علاه؟ انا نعرف انا جمعت معك في وهران. اي مبادره راح تجيب. انا نعرف الفكره تاعك ونعرف باللي ودي مع الفكره تاع الوالي رانا كاع شي جديد. الحمد لله. باش نلحق هنايا نصيبوا هذا يقول له تقبيلي، الاخر يقول له هذا عبد الملك راه بيد المجموعه. عندي خليني كلمه اخيره. انا على ريح، خلينا على ريح. قلت لي ريح، قلت لي ريح. قال له جاوب فوق قانون وما يجيش. كيفاش اذا ما على بالكش بها؟ على ما جاوب لينا على ريح. قضيه اسمو معليش معليش رشيده معليش رشيد. اسمع المشكل خلينا نهضروا. المشكل موش تاع بين فينا رشيد كشخص وبين هذو اللي تبنوا فكر محمد الوالي، معليش الخلاف يكون، لكن الأخطر أن كلمة زيرو قبيلي، هذا هو الأخطر، معليش أنا تقدر ما تفهمش مع راشد، سامحني يا الأخضر، معليش ما تفهمش مع الأخضر، مع واسمو، لكن الفكرة زيرو قبيلي، يعني واش يفرقك أنت من حركة رماك؟ لا 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 حتى الأف أف أس دار زيرو عربي وكذلك، نهار اللي بعد. ضدهم. ايه باش يغير الباك المرسيدي اي كاع كاع يا استاذ ايه باش يغير الباك. الباك هو اختراع جديد. الاف اف اس الاولي من 1963 طبق العربي زيرو. اي معاك يا استاذ. اسمع يا استاذ يا استاذ اسمع لي اسمع هذا خطا عند انا معاك استاذ. قال لي اخويا درت حاب دير مؤتمر قال حنايا الدعوه راه واش راح نديرو زيرو قبالي. حنا نفهمو روحنا انا ندير الجروب تاعي ما نقولش زيرو قبالي، انا نقول ما كان لا ارشيدي لا افافاس لا ماك لا هذه. بصح القبائل الاحرار رجال في هذه البلاد يقعدوا يخدموا هكذا هذا هو تجمعوا الناس. اما الا باش نجي انا نخدم كيما الماك لا لا مع الناس ما يتفاهموش يا رشيد. ايه ايه معليش المبادره احنا رايحين نجتمعوا نعلنوا مبادره احنا قايد انا رايحين نجتمعوا دوك وحدنا ونعلنوا مبادره تاعنا وحدنا. استاذ انت دير في بالك بلي انا كي جيت جيت باش نلتقي والله غير على جالك جبتوه هذا ما عندك قوة تأثير
قال لي يا جماعة زيرو قبايلي هذه بالطرح هذا المفتوح. لا يا اسمع يا فيك. شوفوا يا جماعة أنا المبدأ تاعي أنه الناس أحرار إلى حب يقول زيرو قبيلي. أنا ما نتفهمش معه في الفكرة ولكنه هو حر في طرح كلامه. إيه إيه بياسير ربي سهل على ما جن سوي لو باغان دو بيرسون بمعنى أنا ما عنديش وصاية على الناس. هذه نورمال هذه نورمال. حاشاكم يقول معايرة وكفير على على أصحاب جلفة ولا على حساب ما نتعرف إلي ليبغ دو فيغ سكي فو. نتفاهموا يا جماعة باش يخرجنا من ديكتاتورية وانا نجي نطبق الديكتاتورية على كذا. لماذا تعرف علاش نقول له ما تقولش هكذا؟ يقول لي يا أستاذ انت يا على القبائل ما تهدرش معاهم كيما هكذاك يا استاذ. لانهم ما راهم يعايرونا في التلفزيون. واحد ما دومون داك نتايا تبنى هذا واش انا راني نوجه له في الرسالة راني نجاوب. يقول لك راهم يسبوا فينا ويعايروا فينا والعنصرية تتقاطر من عندهم يوميا لان انت التوفيق انت لا تمثل القبائل انت فرد واحد. انت رشيد انت لا تمثل القبائل انت فرد واحد. كم من قبائل مثلك وجاوبني كم من قبائل انا مثلت شحال مثل انا استاذ انا مثل 100000 قبائل بالمواقف تاعي بالنشاط تاعي انا يا انا أنا معاك انا انا كيصيبوني قطع افهمني اني معاك انا ما نهدرش باسم القبائل انا نهدر اون طون كالجيريان ما يهمنيش الا قبائلي ولا يهودي ولا شاوي ولا نهدر اون طون كجزائري. يفو لي سي لي جون ليبر سيكسبريمي كوم يفول جو نو بو با يا توفيق نقول له ما تتكلمش وما تؤدي. لا لا يتكلم على روحه بصح يتكلم على روحه كومباتيبيليتي ديال هاوكسا قلت لكم ما يقصينيش لا لا ما قصاش رشيد ما قصاش حتى واحد رشيد اللي ليبغ دو فيغ سون موفمون ويعرضني ونجلس معاه فوق الطاوله. إيه. بمعنى بمعنى اسمعوا مليح انا لا اقسم نفس الفكره جو نو بارطاج با لا ميم ايدي كو لوي اي جو نو اي جو نو بارطاج با بوتيتر لا ميم ايدي كو لوي. مو جو سوي اندي انا سموني الاخضر عندي عمل اكاديمي ولكن انا في حياتي اليوميه انا ماشي غير اكاديمي انا انسان بشر. الله تمنينا يا استاذ الفكره تاعك البارح كي كنت تتكلم انا كنت نستنى رايحين يخرجوا بقرار رايح نسقسيك انا جمعيه ثقافيه تعتني بالتراث البونيقي اللي راك تقول لا تكون عندها اعتماد اي اون ميم طو تكون هي بوليتيك بصح العمل تاعها اوتوماتيكمون يروح سياسي وتخدم انت كيش نقولوا احنا كمسؤول الاخر احنا ريبريزونتور الاخر. يا توفيق جو نو بو با اتر ان اليمون اونيفيكاتور. هذه نورمال هذه نورمال هذه نديروها في راسي يا جماعه كون نحاول نالف ما بين القلوب. يا جماعه ربي هو اللي الف بين القلوب يا جماعه. انا بشر انا ما نقدرش هذا عدو هذا ولا هذا عدو هذا نجينا عندي خاتم سليمان ونرجعهم خاوه. لا 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 هذه نورمال استاذ هذه نورمال. ما فهمتوش يا جماعه هذا الصراع بصح ما تقدرش تكون ضد الفكره انك انت ما بغيتش الاقصاء تاع الطائفه وجيت تستعمل نفس الفكره تاعهم تقصي ناس واحد اخرين. سبحان الله تناقض. واحد ما بشي علي انا الفكر تاعهم اقصائي. هاد الجماعه الفكر تاعهم اقصائي عنصري بحت. لا هي مانيش كاع عليهم. لا 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 نازلوا شويه نازلوا شويه. البارح ما تقول لهم سلام عليكم. انا حسب انا نشوف خوتنا لهنا اللي راهم حاضرين لهنا على حسب ما نشوف انايا اني نشوف باللي هما ديجا راه معاك. على بالي على بالي معاك على حساب واش راك تحكي نتايا راه خطر واش داروا هما معليش. بصح حنايا واش حاب يقول حنا حبينا نقول بلي صرات نديروها بلي خطا صرات ماذا بينا صح ماشي خطا ما يتصحاش ما يتصحاش معليش معليش يديروا واش يحبوا نقلعوا هذه الفكره. يا هشام مازال ما فهمتش انت مازال ما فهمت هذ الناس انايا ما نقعدش معاهم ماشي نكرههم فكر تاعهم فكر تاعي ماشي تاعي. لا هذا شباب يديروا ومن ثم كل واحد وتوجهه. لا نحسوا النية نحسوا النية يا فيصل نحسوا النية نعرف هذا الشيء. دكتور سمح لي مع كل احترامي نديروا صلح. دروك دروك وعلى الدوس لا ضربك لا معليش عمي رشيد خليها هضره مليحه معليش لإزالة هذا الغمام. نقول لك حاجة اسمح لي وكل واحد من بعد التوجه تاعه غير هذه تاع هذا جابتها. شوف نديروا صلح
ماشي مليح والله مليح يا فيصل يا فيصل. الفكره المطلقه الفكره واحد ما راناش جابدين منين جبتونا دوكا يا اخي كنا نعومو يا اخي كنا نعومو سبحان الله عيطوا لنا نحي لبسنا حوايجنا وجينا ما راهيش غاضني الحال انا يا جماعه انا في خدمه الجميع بارك الله فيك. يعطيك الصحة. أنا انت ما تتقاش يا استاذ، انت لا لازم تكون يعطيك ما فهمتنيش ما فهمتنيش انت لازم تكون عليكار دو سي بروبلام. فهمتني هذا ما انا غادي اسمح لي انا غادي ندي لي انيشياتيف. لا ما يديريش شوف 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 على باله خليه يا فيصل راكم موجودين هنا انا مش معاهم انا وحدي انا وحدي اي انسان جزائري اي انسان جزائري لو دي اون فرونسي اوسي توت بيرسون الجيريان تروبي سور سيت تير اوجع لا جالك من الجزائر مرحبا اقسم بالله اسمع لسه لو دووا دو ريفونديكي لو باتريمون دو بونسي اي ايديولوجي او بيان دوكترينال تسموها كيما تحبوا دو محمد الوالي بيان سور هذا هو ليغيتي ليجيتيم دو محمد دو محمد الوالي. هدرت على الجزائريين يا جماعه من الجنوب للشمال ومن الشرق للغرب، ما قلت انا يا هذا غربي ولا هذا شرقي ولا هذا جنوبي. توت بيرسون مي اي فو كومبروند كو من تشوف نفسك ما تقدرش واحد مع المراه تاعو يطلق سبحان الله اني فاهم ما نقدروش يا جماعه اون باسكو انا غادي ندخل في واحد المشكله ما تفراش كيفاش جوج ماشي راهم متفاهمين يجوا يقعدوا مع بعض الزمن صح هنا تا استاذ هنا اللي فقنا انا كي جيت فوالا استاذ انا كي جيت لا هو ما هو انا كي جيت نورمال ما على باليش كاع الا كاين مشكل انتوما كاع لا نهضر معاك الحال انتوما الاولى كاع راكم مضياف لا الراس والعين انا سمحوا لي قلت لكم انا كنت خدام محشي في طروشي انا كنت بالبوكله نعملها ولا مين ديدي مين ديدي مشو معليش قلت للمقاول قلت له نردم دروك جبت البوكله كاع حطيتها على جهه وراني جهه في الخدمه اللي لا دوش دوا روح شوف الاولى كاع حق الضيافه باسكو هذا كي نشوف لها هذه نشوف باللي ودي انتوما كيشغل نوع من الحقره حقرتو في بلادي لا 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 انا لا لا كل هو المنظور تاعو سوء تفاهم فقط فوالا في بلادهم هادو سبيه اسمح لي فوزافي دراهم دو بارتيسيبي عندك الحق اللي شلوي شلوي لا لي شلوي و شلوي و بيك شاك بيرسون شلوي شي زال لي سي هنا لعن الشيطان جماعه فوزة شيفو ايشي ما تخمنش بلي راك نو 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 ما كاينش البراني من البلاد انا جي فيك توت ما في غريب انا عشت 12 سنه في اوروبا 7 سنين في اليمن انا حياتي كامل غربه هذه كي تسمع الغربه انا ما سميهاش غربه انا عشت كامل حياتي غربه اي جوني جامي هذاك لو ستاتي تاع الغريب حملته كامل حياتي دونك ما تجيش تقول لي فلان ما راهش في بلادو فلان ما راهش في بلادو انا كون جو سوي اون الجيري نروح نبات في توكورت ولا في غليزان ولا في بشار جو سوي شي موا والحمد لله يا ربي وين ما رحت الناس ما شعرونيش بهذيك تاع غريب كنت في اليمن اقسم بالله الا كانوا يقولوا لي انت يمني دونك جماعه ما تقولوش هذا منا وهذا منا شاك بيرسون في الدستور الجزائري اون توكو سيتويا الجيريان اي لي شي لوي دكتور انا تبعت لاكت كيستهم غادي جبدوا جبدوا راحوا ما جبناش انا كنت رايح نروح هاو شدني انا كنت رايح نروح صباح فهمت انا هاو شدني قال لي ما تروحش سيروني راح لازم تفهموا ان توت بيرسون اي ليبر دو سي موفمون انا ما نقدرش نقول له اسكت هادو كاع راهم دي زادولت هادو كاع راهم تجاوزوا 30 سنه ولا 40 ما انا جو با غوفير ليدوكاسيون دي واش الحاجه يا خويا ما تفهمش معايا تروح سكو جو فو دير مين تروح انا تينو جيت على جالي رشيد جيت على جالي كنت اذا تخرج من هاد الجماعه تي فا با مي بيرد بوكوا تعيط لي تكون في الجي تقول لي روح نجي عندك يا استاذ نبعث لك ديميسيون تاعي اون 2006 قلت لهم انا ما نروحش سور لا بوان دي بي قلت لهم انا نروح بالعياط انني رايح بصح تعرفوا بلي ما راش عجبني الحال انا البارح واش كانوا رايحين يديروا لي يلعبوا لي اللعب حتى نطيح في الفخ
انا هو استغفر الله ربي نفهم انا رانا اللي جبتهم لعندي وبينت باللي واش راكو ديروا انا مانيش قابلو. السلام عليكم الشيخ الاخرى رشيد شوك راك رشيد هذو تفاهموا دقيقه الاخرى هاي نديروا اللي جاي رشيد يا شيرا هو دي نورمال خلاص القول خلاص القول اي واحد له الحق في التعبير بما يؤمن به لكن يكون جامع دقيقه لكن بما اننا جينا وعطاوها صبغه يلموا الناس اللي يامنوا بفكر الوالي كانت الدعوه عامه اثنين واللي صرح بهذا الكلام زيرو كابيلي اللي قلق واللي دار فيها ضجه انه المنظمين لما يكونوا المنظمين يتبنوا هذه الفكره وهذه الكلمه زيرو قبيلي هنا يصرى الاشكال. اما لو كان قالها اي واحد من معليش نتناقشوا باسكو انا ويا كيف لا 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 بصح لما يكون المنظم يعني ايش معناتها؟ ما تقول لي شيخ الخمر واش راك دير؟ ومن بعد يقول لهم قرارات المنظمه. احنا خرجنا يا توفيق احنا خرجنا تحياتي للاخضر وربي يجيب الخير. احنا خرجنا من الدكتاتوريه تاع الدي ار اس وكنا حاشاك توس دون دي بريزون مورال. لا بريزون مورال اي بلو غاف كو لا بريزون فيزيك. نعل الشيطان